هلا وغلا على المتابعين الحلوين فيديو النهاردة عن الطماطم وازاي نعمل احلى هريسة من قشر الطماطم كلنا بنجيب طماطم ونضربها في الخلاط ونعصرها ونصفيها ونشيلها في الفريزر والقشر طبعا بعد ما نصفي الطماطم بنرمي لا احنا مش عايزين نرمي حاجة هناخد القشر ده وهنعمل بيه هريسة احلى هريسة ممكن تدقوها تتاكل لوحدها من غير حاجة وطبعا لو اتحطت على جبنة على مخلل على فول على اي حاجة هتخليها طعم تاني خالص والبتنجان المقلي ما تنسوش بتبقى معاه من اروع الاكلات بس قبل ما نبدا الفيديو لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد طبعا كلنا بنعصر طماطم مش بس عشان نخزنها ونشيلها في الفريزر لا احنا بندخلها في وصفات كتير جدا من اول عصير الطماطم اللي بتقدم في الطياره لحد الهريسه اللي هنتعلم نعملها ازاي النهارده اسهل طريقه ان انتوا تعصروا بيها الطماطم او تضربوها بالهاند بلاندر. الهاند بلاندر يا جماعه هي اسهل كتير من الخلاط وهتستخدموها في كل حاجه ومش هتحتاجوا للخلاط ده تاني ابدا هحكي لكم فيديو تاني عن الهند واستخداماتها وازاي انها خلتني ان انا ما بحتاجش للخلاط نهائي لكن الهند انا بستخدمها كل يوم في المطبخ هنعصر الطماطم سواء بالخلاط او بالهند بالطريقه اللي انتوا بتعصروها بيها وهنصفيها وهيتبقى لنا القش لو عايزين تعرفوا سريعا كده ازاي عصير الطماطم ولا حاجه خالص بناخد شويه من العصير اللي احنا عصرناه ونصفيه بالمصفة كويس ونحط له نقطتين ليمون نقطتين مش كتير وشوية ملح وشوية فلفل أسود وتشربوا أحلى عصير طماطم فريش عاملينه انتوا بإيديكوا وضامنينه وطعمه يجنن نشوف بقى الهريسة تتعمل ازاي هنجيب حلة صغيرة هنحط فيها حوالي ربع كوباية من الزيت زيت زيتون أو زيت عادي اللي موجود وزي ما تحبوا تلات أربع فصوص توم مهروسين أو متقطعين صغير يعني ممكن ناخد كمان من اللي عندنا في الفريزر لو كنا مخزنين ست سبع فلفلات اخضر حراق نكون مقطعينه قطع صغيرة او قطع متوسطة لو انتوا بتحبوا الحراق جامد جدا هتزودوا في المرحلة دي معلقة صغيرة من الشطة او نص معلقة زي ما انتوا عايزين لكن لو بتحبوا الحراق العادي او الهريسة المتوسطة يبقى هنكتفي بالفلفل الاخضر الحراق تقليبتين مش اكتر احنا مش عايزين التوم يلون ولا الفلفل يلون وهنقوم حاطين قشر الطماطم اللي احنا كنا مصفيينه تقليبتين بقي تلاته كده علي نار متوسطه لحد ما نحس ان اللون كده ابتدي يتغير بعد كده هنقوم موطين النار وهنتبل، هنتبل بملح وكمون وكزبره ناشفه وممكن تحطوا كمان شوية كمون حصى هنقلب تقليبتين كمان وبعدين نوطي النار خالص ونغطي الحله ونسيبها لمده خمس دقايق تستوي شويه في الوقت ده هنجهز عصير ليمون هنعصر ليمونه ونحط عليها معلقه خل كبيره ونروح نحطها علي الهريسه بتاعتنا نقلب تقليبتين ونحس بس انها نشفت او شربت الخل والليمون اللي احنا حطيناه ونشم ريحه الخل كده تبقى قويه وكده خلاص الهريسه تبقى جاهزه هنطفي النار عليها ونشيلها من على النار ونستني تهدى شويه ونعبيها ببرطمانات هنعبيها ببرطمانات ولما تبرد خالص 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 هنزود بقية البرطمان نزود علي الوش كميه من الزيت عشان تحفظها هقول على سر من اسرار اللي يخلي الهريسه تقعد معاكم وقت طويل جدا في التلاجة مش في الفريزر بس لو انتوا شاطرين تقعدوا الهريسه دي عندكم اكتر من يومين هتاكلوها وهتعملوا غيرها المشكله اللي هتواجهكم دايما نجيب قشر طماطم منين عشان نعمل هريسه تاني وتاني 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 لو عايزين تشوفوا الطريقه بتاعت الهريسه معموله في فيديو هحط لينك الفيديو تحت عشان تشوفوا كل الخطوات وازاي انا بعملها لو حطيتوا ربع معلقه صغيره من ملح الليمون على الهريسه هتحفظها لكم ومش هتخليها تعفن ابدا ولا تبوظ حتى لو حطيتوها في التلاجة كتير منكم ما يعرفش ملح الليمون وكمان بتسالوا دايما نستخدمه في ايه وايه الطبخات اللي ممكن نحط فيها ملح ليمون وايه الطبخات اللي ما ينفعش نحطه فيها لو انتوا عايزين ان نعمل لكم فيديو عن استخدامات ملح الليمون اكتبولي في الكومنتات عشان اعملها لكم هقول على الاطباق اللي انا شخصيا بحب اكلها مع الهريسه دي بحب اعمل طاسه بيض عيون وعلى البياض كده احط شويه من الهريسه انا اطور كده على البياض شويه من الهريسه دي طبعا طبق الفول بالزيت ومعاه كده شويه معلقه حلوه من الهريسه دي هيبقى طعمه يجنن ما اقولكوش بقى على المكرونه بالصلصه لما تحطوا في وسط الصلصه معلقتين ثلاثه من الهريسه دي افكار كتير وحاجات كتير حتى الرز الابيض لو حطيته عليه معلقه من الهريسه دي وكلتوه صدقوني هيبقى طعمه تاني خالص لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والشير والاشتراك اتمنى لكم يوم سعيد باي باي